انا مش مصدق نفسي. انا ما قلتش انها وافقت يا لطفي، لكن يعني بالغريزه بتاعتي الانثويه وباعتباري ست بفهم اقدر اقولك ان مهجه بتموت فيك. ازاي؟ مهجه انسانه مش عاديه، يعني ست زيها اللي تقفل على نفسها المده الطويله دي كلها بعد موت جوزها وترفض كل المغريات، تبقى اكيد معجزه. هو ده بقى اللي مخليني مش عايزه افرط فيها. اوكي يا محسن بيه، صدقني انا اول مره اعرف ان المرحوم كان مشارك حد في الفيلا. وعلى كل إن سيب لي نمرة تليفونك وهخلي المحامي بتاعي يتصل بيك. اه طب والفلوس؟ فلوس ايه؟ ال7 مليون دول برضو ما عندكيش فكرة عنهم؟ مش حضرتك ماضي على الشيكات دي برضو ولا ايه؟ حاضر حاضر، بس اديني اسبوع 10 ايام احضر لك المبلغ. طيب ادي احنا قاعدين هنا اسبوع ولا 10 ايام لحد ما تجهزي نفسك. تقعد فين؟ انت اتجننت بقى ولا ايه؟ انت مش طبيعي؟ لا تشتمي ليه طيب؟ انت بقى اللي مجنونه وقلت الادب. لا احترم نفسك واعرف انت بتكلم مين. انا اللي غلطانه ان انا اتنزلت وقعدت مع واحد زيك. الظاهر بقى انك انت وليه لبط ومش هتجيبيها البر. وليه؟ زعلتك وليه قوي، واللبط ما زعلتكيش. ما قلت لك هديك فلوسك، اصبر عليا شويه. اصبر اصبر اصبر، وفي حد بيصبر النهارده؟ اشمعنى انا يا محمد؟ لا الحكومه عايزه تصبر ولا البنوك عايزه تصبر، اشمعنى انا اللي اصبر؟ والنبي يا سعاده الباشا، الصوره اللي انت وعدتني بيها، الموبايل بتاع حضرتك يا استاذه موجه يعني صورينا عشان انا الموبايل بتاعي ما فيهوش كاميرا وبعتهولي بلوتوث. ها يلا ابتسم بقى يا باشا ابتسم. امشي انجر من هنا انجر. ايه في الباب رافض؟ مش عايزين فضايح. صح يا باشا، طول ما بابنا مقفول علينا محدش ليه دعوه بينا، مش كده؟ اه سيب الزفت مفتوح. وانت ان شاء الله جاي لي على بيات ولا ايه بقى؟ اديني فلوسي وانا امشي. مش عطية الله يرحمه ده مش كان صاحبك؟ اعمل له اعتبار. ده كان صاحبي ولا نيل، ده كان حرامي، وكنا واخدين البيت ده الشركه عشان نجيب فيه نسوان، ولا كان فيه طاطا ولا ميحه ولا حد انت عامل ميحه، ولا كنت بعمل كده عشان اعلق البيت اللي جنبي. انت طلعت لي منين بس؟ انت ليه مش عايز تراعي ان انا ست وعايشه لوحدها وارمله؟ ارمله؟ اه ارمله يا عيني. اه ارمله ولابسه فستان اسود، الفستان قصير ورجليك طالعه زي البنور. اه انتوا كده رجاله تموت تحلو وترمرموا بعد كده. ها انت بني ادم قليل الادب. انا برضو بني ادم. انا بني ادم برضو. هي بني ادم دي اللي ضايقتك قوي وقليل الادب ما ضايقتكش؟ طب اديني فلوس وانا حامل. طب وديني ما انا مديك اي حاجه، ايه رايك بقى؟ وهتخرج من هنا ورجلك فوق رقبتك. فاكر انك انت استفرطت بيا؟ لا هوريك الوش التاني. يلا يلا اطلع بره. انا قاعد في بيتي، انا ليا نص البيت ده. ما انا مش حاجه. انت بتضربني يا حيوان؟ لا عشت ولا كنت. شوية ورق عنب بالعكاوي بقى يا باشا يستاهلوا بقك. لطفي 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 استنى يا لطفي 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 اكيد فاهم غلط. لا 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 تعالى انت شيل من هنا وانا هشيل من هنا. حاضر يا باشا. ها؟ لا استنى عشان ده بلوى هنا، في بلوى. اه تعشين من هنا تعشين من هنا وانا اشيل من هنا. ماشي ماشي. من عند الوراك وانا اشيل من عند الراس. ها ايوه بس اسمع. لا استنى استنى، معكش كوريك؟ كوريك اجيب لك ساتك ولا ايه؟ طب اسمع اسمع، انا اشيل من عند الوراك وانت تشيل من عند الراس. ماشي 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 ماشي. استنى بس طب اسمع، ما تيجي نشيل بقى ايه من الجناحات احسن. من جناحتها؟ اه انت جناح وانا جناح. ربنا يخليك يا باشا. اه ربنا يخليك. ايه وانا بعزم عليك على اكل. حاضر يا باشا. يلا حبيبي. الولاده دي مجنونه يا رأفت. ايوه يا باشا، وبتاخد مهزئات. مهزئات؟ ايوه يا باشا سيادتك، يعني بتقعد تهزق فينا على الفاضيه وعلى المليانه. هو ايه اللي حصل يا باشا؟ لا ولا حاجه، بقول لها انا ليا نص البيت ده راحت وقع من طولها. انا باشا مش مصدق نفسي. انا بتكلم مع سيادتك.
انا مره شفت لسيادتك حوار في التلفزيون يا باشا وانت بتحكي عن قصه كفاحك وازاي بدات من الصفر ووصلت بقيت اهم رجل اعمال في مصر. بص بص رافض يا باشا، اهم حاجه في رجل الاعمال انه لما يقع يقدر يقف على رجليه تاني، مهم جدا. يا سلام. عنك انت اخويا، عنك انت. ايوه عارف رجل اعمال لما جيله فرصه لازم يتبت فيها، يمسك فيها بارد، ما تسيبهاش. ما تسيبهاش ابدا. يا سلام. مش نوم ولا حاجة عشان متهيألي بلاش يا باشا. بلاش؟ لا متهيألي بلاش. طيب. أنا بقول أنام هنا أحسن عشان الواحد تعب يعني. يا باشا أوضتك موجودة يا باشا. آه. ما يصحش يعني. طب ما نلبسها قميص نوم ما يصحش حد يجي ولا حاجه. ده هي بتحب تنام كده يا باشا. تحب تنام كده. اتفضل. لطفي استنى يا لطفي يا رب. هي دي بقى الطاهره الشريفه يا استهانم؟ ها؟ لطفي دي زي القطه المغمضه يا لطفي. دي ست منحله ما كلفوش نفسهم حتى يقفلوا باب عليهم. معقوله موجه تعمل كده؟ ومين الراجل ده؟ أنا بقى متأكدة إن مفيش أي رجل في حياتها. وأنا زي العبيط لهبل واخد لها ورد وداخل عليها ألاقيها بنت ال... لا أرجوك ما تقولهاش، بليز ما تخليش الشك يدخل جواك. شك؟ شك إيه يا مدام؟ ده إحنا الاتنين دخلنا عليهم ولقيناهم مقطعين بعض و... ما تقولهاش، بليز يا لطفي ما تقولهاش. ده هي تحت وهو فوق يا هانم، هي تحت وهو فوق. دي أوضة المرحوم يا باشا. بقى مرحوم كان بيسيب لهطة القشطة دي ويجي ينام في الأوضة دي لوحده؟ عز بقى يا باشا. أنا نفسي أتجوز مخصوص يا باشا عشان أنام في أوضة ومراتي تنام في أوضة تانية خالص. تعرف يا رافض أنا كمان نفسي أتجوز عشان أنام في أوضة ومراتك تنام في أوضة تانية خالص. إيه إنما أنت ليه يا رافض ما اتجوزتش لغاية دلوقتي؟ قرين فتحة من 9 سنين يا باشا. 9 سنين؟ ودي صورتها قبل الفتحة ولا بعد الفتحة؟ جوازها أصلها متعسرة شوية. الله، أنت كمان متعسر؟ الدولة مش عايزانا نتجوز يا باشا. ليه؟ أنت خطيبها من حركة كفاية؟ لما تبقى الشقة التعبانة أوضة وصالة ب80,000 جنيه تبقى الدولة مش عايزة. لما الفرح المعفن يخش له في 10,000 جنيه يبقى الدولة مش عايزة يا باشا. لما المرتب يخلص بعد اسبوع من الشهر وبقيه الشهر ناكل عيش حاف ده لو لقيناه يبقى الدوله مش عايزه يا باشا. يعني ابوها وامها موافقين؟ طايرين بيا يا باشا. والبنت بتحبك؟ اكتر من عمرو دياب سيادتك، وبتجيب لي دباديب كمان. دباديب؟ والدوله هي اللي مش عايزه؟ ايوه يا باشا. مين بالظبط في الدوله اللي مش عايز؟ ما كلهم حبايبنا. ما توديناش في ده يا باشا، يعني ما توقعناش في الغلط سيادتك. طب ما تروح للكبير. كبير مين سيادتك؟ ما تروح للرئيس. نعم. نعم ايه؟ تروح لرئيس الجمهورية. سيادتك عايزني اروح انا للرئيس اقول له ان انا عايز اتجوز تهاني؟ يعني سيادتك الرئيس يعرف تهاني؟ الرئيس يعرف تهاني وزكية وعلية وليفني وكندريزا رايس. الله، مش رئيس؟ لا يا باشا سيادتك، ده انا طب ساكت يعني، انا اقف قدام الرئيس وجها لوجه كده، ده الكلام ما يطلعش يا باشا. تعال
اعتبرنا انا الرئيس. قولي اللي جواك. يعني وقال سيادتك. مالك يا ابني في ايه؟ اصل سيادتك يعني ليك هيبه يا ريس يعني. طب قول قول مال. بالنسبه يعني لتهاني يا ريس. تهاني مين؟ سيادتك مش قلت تعرفها؟ تهاني. انا بقول نفسخ الخطوبه وكل واحد يروح لحاله، يعني هي الدوله مش ناقصه سيادتك يعني يا ريس. ليه يا ابني ليه؟ انت مديون بكام؟ بلاوة يا ريس، 1270 جنيه كل شهر اقساط بس. عندك سيادتك 350 جنيه قسط التوك توك. توك توك؟ ايوه التوك توك، زائد 170 جنيه قسط الموبايل اللي انا بعملها في المناصره، ده غير المنجد. منجد؟ حد برضه يقول للريس منجد؟ ما انا خلاص طهقت يا ريس، طهقت مقفله في وشي زي الدومنه، والحكومه نازله بتصريحات وعمالين بيقولوا كلام مش جايب همه، وبالليل يدونا المنحه والصبح ياخدوها مننا تاني. احنا بنتحرق يا ريس، احنا بنموت كل يوم ومحدش حاسس بينا يا ريس. بس يا حبيب، حد يمسك الريس بالطريقه دي؟ ما انا يا ريس تهاني، تهاني ابوس رجلك، تهاني هتروح مننا يا ريس. يا ابني انت عندك مشكله تهاني، انا عندي مشكله 80 مليون تهاني. يا ريس بياخدوا فلوس البنوك ويهربوا بره يا ريس، واحنا مش لاقيين العيش الحاف يا ريس. حرام عليكو. الله يخرب بيت الديمقراطيه اللي خليتكم تتكلموا كده. سيب رجلي انا، حق عليا اللي سبت الشعب كله عمال اسمع واحد فاسد زيك. حد يعمل كده؟ ده لو صور في الداخليه كان علقك. معلش يا باشا من غلبي، انا اصلي على باب الله يا ابني. كلنا على باب الله. انت فاكر انك انت بس المتعسر؟ ما كلنا متعسرين، احنا متعسرين اكتر منكم. طب يا باشا سيادتك يعني ما تروح للرئيس، انا لسه جاي من عنده، ده راجل طيب قوي. روح لمين؟ للرئيس. انت شايف كده؟ مساء الخير يا ريس. ربنا يديك الصحة والعافية وطولة العمر، ويدينا احنا على قد نيتنا الوسخة والغل اللي جوانا. تنساش تكلموا على موضوع تهاني. تهاني انت فاكر يا ريس لما انا كنت الريس وانت مش الريس، وقعدت تمسكني من الجاكيتة والزعق كده وتفتف في وشي؟ ها؟ طيب انا دلوقتي